ايه يا ابن الزنطة دي؟ في ايه يا عم؟ ايه انت قاعد هنا والدنيا مقلوبة؟ مقلوبة عشان ايه؟ علاء جوز مروة انضرب رصاص وهو بيحاول يقبض على الواد سالم. وسالم ما فيش ولا؟ ايوه، ومروة عند علاء دلوقتي في المستشفى. يلا يلا بينا يا حاج. يلا اهو ابا ايه؟ ايه مروة مالك؟ ما عليها. طب كويس، ده في المستشفى وسط الدكاتره. طيب انا جايلك دلوقتي حالا. يلا يلا يا ابني يلا. شفت يا امي، ادينا احنا الاثنين في المستشفى. الحمد لله يا حبيبتي، قدر ولطف. بس انت غلطانه يا مروه. انت عارفه ان انت حبله، والدكتور يا حبيبتي منعك من الحركه، تقومي تعملي كده؟ غصب عني يا ماما. غصب عنك ده ايه؟ انت كنت رفعتي سمعتي التلفون وكلمتينا، واحنا يعني كنا هنقصر. ما انت عارفه هنقوم بالواجب وزياده كمان. بس الحمد لله انها جت على كده. الجنين راح يا ماما. معلش يا حبيبتي، انت لسه صغيره، وبكره تجيبي لنا بدل العيل 10 وجع دماغنا. قولي الحمد لله. الحمد لله. هروح اطمن على علاء. تروحي فين؟ تجننتي يا بنت، انت لسه بتنزفي. لازم يا ماما اشوفه، لازم اشوفه. يا بنت اقعدي هنا، والله العظيم ثلاثة ما انت متحركة من السرير ولا قايمة، وبعدين ابوكي واخوكي عنده جوه، تجننتي ولا ايه؟